الميكروفون الساخن يفضح العديد من السياسيين. المصطلح يشير إلى اللحظة التي ينطق بها السياسيون بما في قلوبهم ظناً أن لا أحد يسمعهم. تكررت تلك اللحظات المحرجة مع أكثر من سياسي. فأثناء التحضير لبث الخطاب الإذاعي الأسبوعي للرئيس الأمريكي دونالد ريغان عام 1984، قال: أيها الأمريكيون، سنبدأ قصف روسيا خلال 5 دقائق. لم تبث الجملة، لكنها تسربت فيما بعد وأثارت استياء روسيا. في عام 2006 أثناء اجتماع مجموعة العشرين، نادى جورج بوش الابن رئيس وزراء بريطانيا أنتوني بلير آنذاك بيو بلير: كيف حالك؟ بطريقة مشابهة لحديث أصدقاء في الشارع، ومضى يناقش خطورة حزب الله. وأخيرا وأثناء انعقاد اجتماع لمجموعة العشرين بفرنسا عام 2011، قال رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي للرئيس الأمريكي باراك أوباما عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لا أطيقه، إنه كاذب.